النهارده حرس الحدود هيقابل سيراميكا كليوباترا الساعه 6 مساء على استاد الماكس بالاسكندريه في مباراه صعبه على الفريقين، وده طبعا ضمن مباريات الجوله 21 لبطوله الدوري الممتاز. حرس الحدود بوكاله احمد ايوب هيدخل المباراه بحثا عن تحقيق الفوز لتحسين موقفه في الدوري. المباراه وفقا للفنيات كل فريق عنده نقاط القوه اللي تخليه يحسم المباراه لصالحه، سواء حرس الحدود او سيراميكا كليوباترا. بوكاله المدرب التونسي معين شعباني اللي بيحتل المركز ال11 برصيد 24 نقطه، بينما يحتل حرس الحدود المركز السابع عشر قبل الاخير برصيد 15 نقطه. الحقيقه بصمات معين شعباني وضحت سريعا بعد ما تولى تدريب الفريق خلفا لاحمد سامي. شعباني الحقيقه اثبت انه مدرب كبير لانه نجح في تعديل المسار سريعا جدا وقاد الفريق في اربع مباريات، حقق الفوز في مواجهتين وتعادل في مباراه وخسر مثلها. وفي المقابل يسعى احمد ايوب للخروج من دوامه النتائج السلبيه مع حرس الحدود بعدما خاض 19 مباراه، فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 وتلقى الهزيمه في 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدف واستقبلت شباكه 24 هدف.